السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قناه سو تي في كما كتشوفوا حنا كنتواجدوا هنا واحد المجموعه هنا في مدينه مديونه، مجموعه ديال الشباب. هاد الشباب اللي كان الامل ديالهم فرحوا باش يخدموا في اوراس على الاقل باش يستافدوا شويه باش بلادهم يعيش شويه. كاين اللي كاري، كاين اللي عنده المشاكل العائليه، كاين اللي عنده وليدات، كاين اللي يعيش راسه بعدا. الان ما بقاش جالس، ما بقاش عالى على والديه حتى كيتفاجئوا بواحد الجمعيه هنا اللي هي جمعيه كانت هنا كتنصبت عليهم كيف كيقولوا هما. واحد المجموعه ديال الشباب كيقشيو معاهم كونطرا وكيجي وقت الخلاص اما كيمشيو يتخلصوا كياخذوا لهم فلوس اولا كيدوزوا بطريقه اخرى وما غيشرحوا لنا شنو واقع بالضبط. السلام عليكم. خليك اخويا معاك واحد الدقيقه. خلي خلي غير بالو كلشي غتبان. ها انت انا. السلام عليكم خويا. أنا أول حاجة كان كيجمعني عقد مع الجامعة الجميع في ممثلة الشخص القانوني أمين العكرط. كيف ما قلت لك أنا كربطني عقد مع الجامعة الجميع فرع مديونة في شخص الممثل القانوني أمين العكرط. مدة العقد أربعة أشهر. خدمت ثلاث شهور. الشهر الاولاني والثاني والثالث ما خديت حتى شي ريال، زيرو درهم. من هي كملت ثلاث شهور ما خديت والو، مشيت عندو تكلمت معاه قال لي كاينه ازمه هادي واخا غادي يكون الخير في الاخر ما كاين والو غير كذب عليا. لذلك التجأت للقضاء، رفعت لي دعوه في المحكمه الابتدائي الاجتماعي بالدار البيضاء حي الولفه. حكمت لي المحكمه الصالح ديالي ودابا غير كنتسنى غير وهاد السيد هذا اللي بغيت نقول عليه واحد النقطة، أنه هو كيستغل الشباب ديال المديونة بحكم البطالة. بنادم ما في حالوش، كاين اللي خدام على دارهم، كاين اللي باقي كيقرا، كيقول راه لقيت خدمة، كيبغى يعاون راسو، كيمشي كيخدم الشهر الأولاني ما كاينش خلاص، كيبقى يكذب عليه غادي نخلصك، الشهر الثاني ما كاين والو، بقى حتى هكذا، كاين اللي كيتسى 6 شهور، 8 شهور، هو خد والو. هذه بالنسبة لا هادي بالنسبه للناس الاوراش هما اللي غيشرحوا لك. ما مسجلتش الاوراش، كاين انا كانت كتربطني عقد مع الجامعه للجامع فرع مديونه. هادي اوراش، هادي في كونطرا بوحدها. انا كندوي على الكونطرا ديال الجامعه للجامع، خدمت معاها 4 شهور، خدمت 3 شهور ما مخلص. مشيت للمحكمه راه خدات لي الحق ديالي، دابا كنتسنى غير الميف ديالي في اخر مرحله وان شاء الله غناخذ الحق ديالي. حنا في دوله الحق والقانون، هذا هو اللي كاين. كيف تسمى يا متبقى قناة سو تي في انتم كتشوفوا؟ السلام عليكم، انا ايوب محفوظ، تنسكن هنا في البلوك، انا من نواحي ديال اقليم مديونه. هاد امين العكرط الرئيس ديال الجمعيه، هو تعدد عنده 4 الجمعيات، يعني ماشي جمعيه وحده. انا نصب عليا في شهرين ما تخلصش فيها، داز ليا 9 10 تخلصت فيها 10 و11، ما داز ليا حتى شي 10 شهور. كنمشي عندو غدا بعد غدا، هادي حتى نهار السبت مشيتش عندو، ما نكذبش عليكم دخلت عندو، بقى واحد الصراع بيناتنا، جاو رجال الامن ما وقع والو، حيت داز 600. ملي كنطالب بحق ديالي كيقول لي اجري طوالك، واش انا جمعت راسي؟ تخيلوا ما عمرني خدمت في حياتي، ضربت 13، ما نكذبش على جوجل اللي كاين، انا ضربت 13 جدا، متابع مؤسسه محمد السادس لاعاده الادماج، جمعت راسي منذ مده ما مشيتش الحبس، ملي توفات الام ديالي ما بقاش كنمشي للحبس، عمرني خدمت. ونهار خدمت كتنصب عليا، ما قدرتينيش، ما راه عايشيش ليا، ما درتيش بحساب انا ولد البلاد، ما درتيش بحساب انا دوز. واش بغا يشي؟ اش بغا يشي دابا لما كتبغيت هو خصو انا بالعكس الناس من ديولك يقول لي شوف شي ايوب شي طيمي عطيني شي هذاك خصو يستاهل وخدم ولد البلاد وعنده غيره على البلاد، ولكن السيد ما عرفناش الحل. وكنتمنى مره من وزير الداخليه يدير شي حل، نتمنى توصل الوزاره يديروا شي حل في هذا الاقليم. هذا رئيس الجمعيه امين راه عيق راه بزاف وعنده شلاخ شي لساج وشلاش. غنقول لك كاين شي ناس بحال الصباح ملي كنا كنتسناكم من شيشه واش كان واحد السيد مسكين بقى فيا قال لك انا قال لي هاك التيك سير جيب 64000 و800 سوق و800 جدي 64000 و800 قال لي هاك 4800 وخذ 60000 وقال لي سير وما تقولش الدراري راه دار شهاده دير واحد 70 وجي عندنا داك 60000. السيد مشى على نيشو عاود رجع عنده ما عطاه 60000 عطاه 4000
ودري ايشيم اه وكون كان دابا خدام في الفران ديال الخبز ايشيم ايشيم مسكين كون شي يبقى فك المهم كنش منه تا هو ديال الاوراق شوف هاد السيد شوف كنت منه يتفتح تحقيق يبان الحق حنا راه حتى واحد ما كاين فوق القانون الله الوطن وعاش الملك وتحيه خاصه بسم الله الرحمن الرحيم عشبان الحصيري ابن منطقه شمديونه حنا بغينا حنا الحاجه الوحيده اللي بغينا نعرفوا هذه المبادره ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله للشباب العاطلين حنا الحمد لله استفدنا من هذه المبادره اداو لنا الاجور ديالنا في ربع شهور الاولى خدينا الاجور ديالنا في الوقت ديالها عاودنا سيرينا كونترا اخرى الغريب في الامر اننا كنتفاجئوا الشهر اللي هات الشهر الاول ما تخلصوش الدراري هاد الشهر هذا فئه تخلصت وفئه ما تخلصتش بغينا نعرفوا كيفاش واش شي تخلص وشي ما تخلصش شنو السبب يا غيتخلص كلشي يا ما غيتخلصش كلشي حيت بغينا نعرفوا حنا شكون هو اللي كيترأس هاد الشيء هذا واش هاد الشخص هذا المسمى فلان بن فلان مدعم من ناس اخرين حيت حنا كنبغيو نوقفوا على حقنا حتى واحد كلشي ضدنا حتى واحد ما معنا كلشي ضدنا حنا حقنا ما بغينا حتى شي حاجه هادشي داروا لينا الملك الله ينصروا لينا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله داروا للشباب الحمد لله حنا راه في دوله الحق والقانون حنا ما بغينا حتى شي حاجه بغينا تفتح تحقيق في هادشي إذا كان هذاك الشيء واقف من الفوق ماشي مشكل، أما إذا كان مشى لينا ديالنا راه ما غيمشيش لينا، حنا في دولة الحق والقانون، وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. السلام عليكم معكم عبد الله الصبري، أنا كنت خدام في سينيت كونترا عادي، في أربع شهور، الجمعية كيترأسها واحد السيد سميتو محمد، لا لا نذكر الأسماء أنا ما عنديش مشكل. مهم لا باش يكون توضيح حتى انا فهمتي لا انا عند راه كاينين جمعيات بزاف باش كل واحد مع جمعيه المهم جمعيه كيترأسها محمد موهوب انا ما عنديش مشكل انا نتحمل المسؤوليه جمعيه اوفو انا كنتحمل المسؤوليه ديالي هذيك هي هذيك جمعيه لا خدمت انا هي اللي خدينا فلوسنا كدوز ليا كدوز ليا الفيرم كدوز لنا الفيرم نهار ربعه كدوز لنا المهم باش نوضح هذا السيد انا من هذا مول الجمعيه قال لي اعطيني 500 درهم في الشهر غادي نسيني الكونترا انا بقى فيا الحال حيت سيدنا ولا اللي جا المسؤوله كتعطي الناس ماشي ايد امينه النصب والاحتيال هذا وهاد الدراري ولاد البلاد بقاو فيا انا التحقيق تفتح تحقيق يعرفوا رزقهم فين اللي جا شي توضيح التوضيح يكون من الداخليه ولا من المسؤول يكون توضيح عرف هاد الناس فين كاينه فلوسهم واش عند لاسينيسيس واش عند الجمعيه واش عند شي لوبي هاد الوليدات عرفوا فلوسهم فين كاينه حيت القانون راه باين هاد الوليدات سيناو كونترا ديال اوراش يعرفوا واش مسينينا مع اوراش ولا شي شركه ما عرفوش التخريجه كي داير المهم هادشي كامل غنقول لكم واحد الكلمه والكلمه الاخيره كنتمنى يتفتح تحقيق مع امين العكرت ويشوفوا داكشي لاساس المهم امين العكرت كنحملوا المسؤوليه وانا راه ما غنسمحش ليه راه ما غنسمحش ليه انا راه دك الطوموبيل شي معاه وما خليش ما درش وكنت كنتسخر المجلس الاقليمي النيابه ونمشي للمندوبيه ما نخليش والناس ديال الاقليم كاملين عارفين انا خدمت معاه وراه ضيعني فراسي وراه ما سمحش لي واليوم الدنيا وغدا الاخره وتنتمنى يتفتح تحقيق ان شاء الله هادشي اللي كنطلبوا الكلمه الاخيره الله الكلمه الاخيره هي اننا كنطلبوا بتحقيق في هذا الملف هذا كنطلبوا التحقيق الا كان المال العام كيتنهب هنا كيتنهب لكان كيد المال العام كيتنهب راه ما بقى ما يتقال حنا بغينا توضيح عطيونا توضيح 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 هادشي اللي كنطلبوا بغينا توضيح في هذا الامر هذا الا كانت الفلوس واقفه من الفوق راه ماشي مشكل اما الا كانت الفلوس منهوبه هنا راه هنا مشكل كبير وهنا كنستنجدوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس عاش الملك عاش الملك الله يرحم الوالدين